فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز. يتم إجراء هذا الفحص لتحديد إذا ما كنت مصاباً بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية مرض الإيدز، حيث ينصح بإجرائه على الأقل مرة واحدة في العمر عندما يتراوح عمرك بين 13 إلى 64 سنة، وعندما تعتقد أنك ربما قد تعرضت للفيروس، وقبل أن تصبح حاملاً أو عندما تصبحين حاملاً بالفعل. كما ينصح بإجرائه مرة واحدة سنوياً إذا كانت لديك مخاطر زائدة تجاه التعرض للفيروس. العينة المطلوبة للفحص هي عينة من الدم يتم سحبها من وريد في ذراعك أو من خلال وخز الإصبع، أو عينة من سوائل الفم. يعد فيروس نقص المناعة البشرية HIV هو المسبب الرئيسي للإصابة بمرض الإيدز، حيث يصاب الشخص بالفيروس عن طريق التعرض لدم أو سوائل الجسم الخاص بشخص مصاب من خلال حقنة أو إبرة ملوثة، فيبدأ الفيروس في التكاثر من خلال مضاعفة نفسه، ما يسمح له بتدمير الجهاز المناعي ويترك جسم الشخص عرضة لمختلف أنواع العدوى. يقوم الفحص بالكشف عن الأجسام المضادة تجاه الفيروس في الدم أو التي يتم إنتاجها كاستجابة للإصابة بالعدوى. من المهم الكشف عن وتشخيص حالات الإصابة بالفيروس مبكراً من أجل تعطيل وإبطاء تطور الإصابة بمرض الإيدز، حتى يمكن للفرد معرفة حالته الصحية بحيث يقوم بتعديل سلوكياته بغرض منع انتشار المرض للآخرين. كما ينبغي إجراء الفحص للأشخاص المصابين بمرض التهاب الكبد الوبائي بفيروس B أو C، ومرض الدرن أو السل، والمصابين بالأمراض الجنسية، ولمقدمي الرعاية الصحية ممن يتعرضون بشكل مباشر للدم أثناء عملية، ولأي شخص يعتقد أنه تعرض للفيروس. لا يوجد حالياً لقاح للوقاية من الإصابة بتلك العدوى، ولكن يمكن الحد من انتشارها عن طريق تجنب النشاطات عالية الخطورة مثل الجنس غير الوقائي ومشاركة إبر الحقن مع الآخرين. كما يعد التشخيص المبكر للعدوى مهماً في منع انتقاله للآخرين، ويتيح تقييم ومراقبة وعلاج الشخص المصاب في وقت مبكر. ويمكن أيضاً لعلاج الأمهات المصابات بالفيروس أثناء الحمل واتخاذ إجراءات خاصة أثناء الولادة وتجنب الرضاعة من الثدي أن يقلل من خطر انتقال العدوى من الأم إلى الطفل. خدمة See My Result www.seemyresult.com